بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وأباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرزك توبة وتمتع فيها طويلا. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة على سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي كدر فهدى والذي أخرج المرى وجعله غصا نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يكفى ونيسره للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى فإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا نخرجته هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوفك في السور فتحتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابسين فيها أحقابا لا يدوكون فيها لرغوا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء رفاقا إنه يعلم لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عند ربهم جنات أطعموا رسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه وما با إنا أنزلناه
جزاكم عذابا غريبا يوم ينذر المرء ما قد